السلام عليكم، اليوم راح اسوي معكم حاجة لذيذة وطعمة، ويلا خليكم معايا. هنا سويت انا العجينة، وتلقون العجينة موجودة بحسابي او اي عجينة معتمدة عليها. راح اخذ شوي من العجين، راح احشيها بجبن كيري او جبن مثلث مثل كذا، وبعدين راح اجيب كيس واحط فيه قرفة وسكر، وبعدين راح احط فيه كرات العجينة اللي سويتها. هنا عندي زبدة وسكر بني وشوي موية، راح أحطه بالميكروويف لين يذوب مثل كذا، أو راح أستخدم كراميل جاهز. بعدين راح أجيب صينية مثل كذا أو صينية مجوفة، وأصب عليها راح أضيف عليها جوز البيكان والكراميل، وبعدين راح أصف الكرات العجين فوق بعض وأدخلها بالفرن، وكذا خلصت. وبالأخير راح نضيف كراميل. جربوها، مرة لذيذة، وعليكم بالف عافية وصحة وهنا.